منها إلى جريدة اليوم السابع. رئيس تاون جاز: لدينا تعليمات بالإسراع في توصيل الغاز للمنازل. قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس تاون جاز أن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل أصدر تعليمات للشركات العاملة في توصيل الغاز الطبيعي بسرعة توصيل الغاز للمنازل طبقا للخطط الموضوعة بما يستهدف تخصيص فاتورة دعم البوتاجاز. وأكد رضوان حملة الحكومة لتوصيل الغاز إلى 800 ألف عميل منزلي خلال العام 2013-2014. للتعليق على هذا الخبر معنا هاتفيا المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة تاون جاز. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك. في البداية باشمهندس عايزين من حضرتك تعليق على الخبر الذي صدر في جريدة اليوم السابع، وعايزين نعرف ما هي خطتكم لتوصيل الغاز للمنازل في المرحلة القادمة. تفضل يا فندم. طبعا احنا قطاع البترول في سباق مع الزمن للتوصيل الغاز الطبيعي لاكبر عدد من المستخدمين علشان حتى نخفض الدعم من على فاتوره البوتاجاز. تمام. فاحنا دائما يعني اخر قرار طلع اللي هو بتاع تخفيض الدعم على الغاز الطبيعي. هذا الوفر سوف يتم استخدامه ايضا في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي حتى نتمكن من المعدلات الاسرع. طيب يعني على اخر سنة 2014 حضرتك تتوقع الموضوع يبقى شكله ازاي؟ ما يعني احنا على اخر 2014 احنا ان شاء الله تكون التبديلات دي اتواصلت ونكون زودنا ان شاء الله الطاقة بتاعتنا باذن الله. تمام، شكرا لك، شكرا جزيلا على هذا التعليق مهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة تاون جاز، شكرا لك مرة أخرى.